مشاهدينا نرحب فيكم من ملاعب الاتحاد الكويتي للتنس وتغطية منافسات بطولة الكويت العاشرة للتنس. اليوم هو اليوم الختامي لمنافسات الزوجي على أن تنتهي البطولة بشكل عام غدا في نهائي الفردي. في اليوم قبل الأخير من بطولة الكويت الدولية العاشرة لناشئي التنس تحت 18 سنة أقيمت مباريات نصف نهائي الفردي ومباريات فردي الزوجي، حيث تغلب اللاعب النرويجي كار أدريان على الروماني مات أدريان بمجموعتين دون رد بواقع 6-1 6-1، كما فاز اللاعب البولندي مكراي على اللاعب الألماني باريس بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 6-7، وتمكن الزوجي فهد الجناحي من الإمارات وزميله بويل من تحقيق اللقب على حساب ماتي أدريان من رومانيا ومكراي من بولندا بالفوز عليهم بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 6-2. خمسة عشر لا شيء إرسال مكاري. لا شيء 30 لا شيء 30 لا شيء من ماتي إلى الشبكة 30-15. هذا مكاري من بولندا. خارج الملعب من الجناحي 40-15. وخارج الملعب وشوط لماتي ومكاري، شوطين مقابل شوطين في المجموعة الثانية. طبعا المجموعة الأولى انتهت لصالح باول بنتيجة شوط كسر التعادل. وخارج الملعب 15 لا شيء. خارج الملعب 15 الجميع. وخارج الملعب من ماتي 30-15. و40-15.
ارسال مع الجناحي، ارسال خاطئ. شوط لصالح باول والجناحي، تقدم لباول والجناحي 3-2 في المجموعة الثانية. هذه إعادة نقطة الشوط. ورد مكاري إلى الشبكة، إذن 3-2 لصالح باول والجناحي متقدمان بمجموعة واحدة مقابل لا شيء، وثلاثة اثنين. هذا الثنائي ماتي ومكاري، هذا مكاري من بولندا. إذن الإرسال مع الثنائي مكاري وماتي، وبالتحديد مع الروماني ماتي، ماتي جورجيسكو. إرسال خاطئ. إعادة للإرسال الثاني، إعادة للإرسال الثاني. خارج 15 لا شيء. ارسال خاطئ. مستعش الجميع، تقارب في المستوى بين الفريقين. سار قوي من ماتي ويتبعها مكاري، 30-15. سار قوي وضربة قوية أيضا من مكاري. ثلاثين 15، 30 الجميع. ضربة في الشبكة من ماتي، 30-40. إذن فرصتين لكسر الإرسال، هل يتمكن الجناحي من كسر إرسال ماتي؟ تعادل. النقطة التحديد الفائز بالشوط، وماتي يرسل باتجاه الجناحي. ويقتنص النقطة اللاعب باول. إذن باول والجناحي يتقدمان 4 أشواط مقابل شوطين في المجموعة الثانية بعد 65 دقيقة من اللعب. إرسال مع البولندي باول، هذا باول من بولندا.
صاحب المركز الثاني في مسابقة الزوجي في البطولة التاسعة. خارج الملعب 15 لا شيء. اتصال خاطئ من باول. ثلاثين لا شيء. حكم المباراة سيد عبد الله العربيد يشير بأن الكرة كانت صحيحة. الكرة كانت قريبة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على الفوز. والله البداية كان صعبة اليوم شوي، يعني كنا متقاربين في طول السيت، بس الحمد لله يعني ربحنا آخر شيء. لما فزنا أول سيت قلنا خلاص يعني بنفوز المباراة إن شاء الله. وزين بالنسبة حق المنافسات شلون شفتها بشكل عام اليوم بالنسبة لك؟ ويمكن اليوم الختامي خلاص رايح في بطولات قادمة، فكلمنا رايك في البطولة بشكل عام. والله الحمد لله بطولة ناجحة، يعني كنت راغب أن أفوز الفردي، بس يعني ما كان نصيب، يعني يا لي اصابه، بس شو نسوي؟ بس الحمد لله يعني فزت الزوجة على الاقل. زين، وبالنسبه حق اقرب بطوله لك، وين اقرب بطوله؟ رايح بحرين الحين بعد شوي. زين، والبطوله نفس البطوله مستمره في للناشئين او بطوله لا مغايره؟ لا للناشئين نفس البطوله. بس ان شاء الله يمكن بعد شهر اجي الكويت بعد مره في بطوله الرجال، بس بنشوف كيف حالي في دبي وبشوف. بختام منافسات الزوجي في اليوم قبل الأخير من بطولة الكويت العاشرة للتنس، نكون قد وصلنا معاكم لنهاية حلقة اليوم، على أمل أن نلقاكم غدا إن شاء الله، ومع السلامة.